اهلا بكم اعزائي المشاهدين متابعين قناتنا قناه نيو فيديو جديد معنا على القناه هنتكلم فيه مع بعض في الاختراعات البسيطه اللي بنستخدمها في فيديوهاتنا على اليوتيوب. اي يوتيوبر طبعا كان بيستخدم مايك عشان خاطر يسجل بيه الصوت. في ناس طبعا بتجيب مايكات عاليه جدا وصوتها عالي جدا بس ما فيش حد بيبتدي على اليوتيوب بمايك غالي. الكل بيبتدي بالموبايل بتاعه وبيصور بميكروفون الموبايل، ده الشغل اللي بيبتدي بيه. بعد كده الموضوع بيتطور لما القناه بتكبر والمشتركين بيزيدوا معاه ويلاقي ارباح كويسه بتجي له من جوجل ادسنس يبتدي يفكر ان هو يجيب مايك تاني افضل. اي حد بدا يجيب مايك خارجي يصور بيه جاب المايك ده، والمايك ده الصراحه اثبت كفاءه كويسه جدا، هو مايك بويا بي واي ام 1. في موديلات منه كتير، في منه وايرلس وفي منه مايك باتنين مايك تركب واحد يمين وواحد شمال عشان يجيب لك جوده صوت اعلى. هنتكلم مع بعض دلوقتي. انا طبعا عملت قبل كده فيديو للمايك ده كمراجعة للمايك ولما فتحت علبة المايك وايه الحاجات اللي كانت جاية مع المايك. في الفيديو هنتكلم على فرق جودة الصوت ما بين اللي بيسجل بمايك الميكروفون العادي اللي جوه الموبايل وما بين المايك ده، فرق جودة الصوت ما بينهم هيفرق معاه قد ايه. فاصل اعلاني ونرجع بقى تاني عشان نتكلم مع بعض عن المايك بويا. لو اول مرة تقولنا اضغط على اشتراك سبسكرايب وضغط على جرس الاشعارات عشان يوصلك كل الجديد، ودعنا وضغط على اعجاب دعنا بلايك وكتب لنا تعريف نفسك في ايه هنقدمه الفيديو الجاي على قول نيو. سبسكرايب دعنا بلايك. ده المايك يا جماعة بويا بي واي ام 1 اللي احنا اتكلمنا عليه. طبعا الناس فاكر انا هفتح اطلع لهم المايك من الكيس، لا الصراحة انا موصله بالفعل دلوقتي وبصور بيه، بس انا بوريكم محتويات الكيس بتاعه. طبعا بيجي معاه الجراب الجلد الجميل ده زي ما انتوا شايفين، بيجي مع المايك اللي انا ممكن اوصله على الكاميرا لو انا عندي كاميرا بصور بيها، وبيجي مع الحجر دوت لو انا بصور بالكاميرا بركب الحجر. وانا شرحت لكم في الفيديو اللي فات ازاي الحجر بيتركب، لكن لما بكون شغال على الايفون او على الموبايل على الاندرويد انا بفك البطاريه ومش محتاجها خالص، هو بيشتغل اوتوماتيك بياخد البار بتاعه من بطاريه الموبايل اللي بيشتغل بيها بيصور وبيشتغل يصور تلقائي على طول. عشان في ناس مش عارفه، في ناس فاكره ان لازم تكون البطاريه متوصله، لا لو انا شغال على الموبايل مش لازم البطاريه تكون متوصله، مش شرط، لا هو بيشتغل من غير بطاريه لو انا بصور بالموبايل. انا بصور بالكاميرا بضطر اشغل بطاريه لان انا بحتاج ان انا بشغل دايره الصوت بتاعه الكاميرا عشان يديني جوده صوت اعلى مع الكاميرا اللي انا بصور بيها. طبعا انا سجلت دلوقتي بالمايك وريتكم صوت المايك، هوريكم بعد كده بقى الصوت التاني بتاع الميكروفون بتاع الموبايل، شوفوا فرق الجودة في الصوت ده والصوت ده، نقاء الصوت، النويز، قوة الصوت، هنشوفها دلوقتي مع بعض. هنراجع مع بعض نعيد الكلام اللي قلناه. احنا قلنا ان دي كرتونة الموبايل زي ما انتوا شايفين، الجراب الجلد بتاعنا اهو، ده الكتالوج بتاع المايك بيشرح لك ازاي توصله، طريقة استخدامه، مكان ما بنعلقه، طريقة نقله للصوت، طريقة فكه عشان تركب البطارية زي ما انتوا شايفين. ده الشرح بتاعه من الكتالوج بتاعه. كده ده مقطع الفيديو اللي احنا عملناه بصوت المايك بتاع الموبايل ميكروفون الموبايل عشان نشوف فرق جودة الصوت من مايك بويا بي واي ام 1
وما بين ميكروفون الموبايل. طبعا في يوتيوبر كتير بيجيبوا مايكات اعلى من كده، المايك ب 5000 جنيه، ب 6000 جنيه، ب 8000 جنيه. طبعا المايكات دي بتدي جودة صوت اعلى واعلى واعلى، لان بيبقى معظمها جاي معاها كارت صوت خارجية، فدي بتدي جودة اعلى للصوت بالنسبة لداخل الصوت وخارج الصوت. وفي مايك منتشر جدا في السوق، بلويتي. البلويتي فيه دايرة صوت داخلية جواه بيديك جودة صوت عالية جدا، مفيش نويز خالص فيه. طبعا إمكانية إن هو بيعزل الضوضاء تماما، يعني أنت مشغل مروحة جنب منك والهواء المروحة جاي عليك، لا الهواء ده ما يجيش في المايك خالص. أي مايك تاني تسمع خروشة ودوشة وحاجات كتير بتيجي من الهواء اللي بيلف في الجو مكان مروحة أو تكييف. لا البلويتي مايك قوي جدا، بيعزل الضوضاء، بيعزل ده كله، بيديك نقاء وجودة صوت عالية جدا. في أنواع مايكات كتيرة قوي زي البلويتي بيستخدموها اليوتيوبر، دي اللي بيعتمد عليها في جودة صوت أعلى وأقوى وبدون ضوضاء، بدون تشويش، بدون أي حاجة فيها، بتطلع لك صوت رايق جدا جدا جدا. طبعا أول ما نجيب مايك من دول هنعمل عليه ريفيو ومراجعة في القناة ونسمعكم صوته عامل ازاي وجودته عاملة ازاي. بس أنا مستني شوية لما أختار المايك المناسب اللي يديني الجودة العالية اللي أنا منتظرها، اللي أخلي الفيديو بتاعي بيها أفضل، لأن طبعا كلنا عارفين ترتيب الفيديوهات على اليوتيوب، على منصة اليوتيوب، بيختلف من حيث جودة الصوت، جودة الصورة. اليوتيوب بيحط الحاجات دي كلها في الاعتبار عنده، لأن هو يقدر اليوتيوب يرفع من الفيديو بتاعك لفوق خالص وممكن ينزله لتحت خالص. عن طريق ايه؟ طبعا عن طريق الصوت، عن طريق الصورة، عن طريق المونتاج والشغل اللي انت عامله في الفيديو. طبعا عن طريق العنوان، الصورة المصغرة، العلامات، الوصف للفيديو، ده كله اليوتيوب بيحطه في الاعتبار. وطبعا اول شيء بيحط اليوتيوب في الاعتبار جودة الصوت والصورة، لان هو ده العامل الاساسي في الفيديو بتاعي اللي انا بشتغل عليه، اللي انا بعمل عليه شغلي، اللي انا بعمل عليه شغل. وكده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب تكونوا استفدتوا منه. طبعا ما تنسوش تدعمونا، اعملوا سبسكرايب، فعلوا زر الجرس، اكتبوا لنا تعليق، واعملوا لنا لايك على الفيديو. لو اول مره تزورنا اضغط على اشتراك سبسكرايب واضغط على جرس الاشعارات عشان يوصلك كل الجديد، ودعمنا اضغط على اعجاب، دعمنا بلايك، واكتب لنا تعليق نفسك في ايه هنقدمه الفيديو الجاي على اول نيو. سبسكرايب سبسكرايب، دعمنا بلايك.